الإمارات تحاول الانقلاب على السلطة الشرعية بسقطرة، والسعودية تعزز سيطرتها العسكرية على البحر. كيف تحولت أجندة التحالف من دعم الشرعية إلى تقاسم البلد وترك الانقلاب الحوثي لسبيله؟ أهلا بكم. لا يمر أسبوع دون أن ينظم أبناء المهرة اعتصاما سلميا أو وقفة احتجاجية ينددون فيها بتواجد السعودي العسكري في محافظتهم شرق البلاد. التواجد المكثف للرياض في المهرة فتح الباب أمام أسئلة مريبة حول أهداف الرياض في اليمن ومدى حقيقة الشعارات والمواقف التي تعلنها رسميا وتضاربها مع ما تفعله على الأرض في اليمن. السيناريو ذاته يتم في سقطرة عبر الإمارات ووكلائها المحليين من المجلس الانتقالي، مع الفرق أنه في حالة المهرة هناك تواطؤ من طرف الحكومة الشرعية مع السعودية أمام انقلاب أجندة التحالف من دعم الشرعية إلى تقويضها. لماذا لم نشهد موقفا مسؤولا لقيادة الشرعية؟ وكيف أصبح التحالف عبئا على الحكومة؟ ولماذا لم يسجل أي موقف دولي ضد انحراف أجندة التحالف في اليمن؟ نحو 5 سنوات من حرب قالت الدول المشاركة فيها إنها جاءت من أجل استعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب في اليمن، لكن لم يتحقق شيء من ذلك حتى اللحظة، بل انتهى المشهد إلى صورة مختلفة تماما. رغم إعلانها الانسحاب من اليمن، قامت أبو ظبي بمحاولة جديدة لتقويض الأمن وإسقاط السلطة المحلية في محافظة سقطرة قبل أيام، ومثلها فعلت الرياض في محافظة المهرة شرقي البلاد، في مشهد يبدو فيه وكأن الدولتين مصممتان على اقتسام السيطرة والنفوذ في المناطق التي تسمى بالمحررة، تاركين صنعاء وشمال البلاد للحوثي. هل كانت هذه أجندة السعودية والإمارات في اليمن منذ تدخلهما في مارس 2015؟ أم أن أهدافهما انحرفت بعد ذلك؟ لم تعد الإجابة عن هذا السؤال تشكل فرقا في المشهد اليمني على الأرض، فالتحالف تبنى بكل وضوح إنشاء كيانات سياسية وعسكرية موازية للحكومة الشرعية، وأتاح لها تقويض نفوذ الحكومة في المناطق التي يفترض أنها صارت بعهدتها بعد طرد ميليشيا الحوثي منها، لينتهي الأمر بطرد السلطة الشرعية من عاصمتها المؤقتة عدن. استماتة السعودية في السيطرة العسكرية على المهرة شرقي البلاد لا يوجد تفسير منطقي لها، إذ يواجه هذا التواجد برفض شعبي واسع عبر عنه حتى مسؤولون في السلطة المحلية قبل أن تتم إقالتهم. اختلاق الرياض وأبوظبي لأزمات في المناطق المحررة وانكشاف مشاريعهما الاستحواذية على البلاد جعل من فكرة وجودهما في اليمن حملا إضافيا على الدولة اليمنية ومشروع الدولة الاتحادية. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، مرحبا. أهلا بك أستاذ أحمد. البلد اليوم أحوج ما تكون إلى اصطفاف وطني حقيقي لمواجهة مساعي التقاسم التي تسعى إليها الإمارات والسعودية أيضا، فهناك من يقول إنه السبيل الوحيد للوقوف بوجه هذا العبث خصوصا أمام استلام قرار الشرعية. ما جدوى ذلك من وجهة نظرك؟ بالنسبة لنا نحن في محافظة المهرة نجد أن الشرعية لم تنصف أبناء محافظة المهرة ولم تستمع أو تسقي إلى أصوات أبناء محافظة المهرة الرافضة للتواجد السعودي وقواتها وميليشياتها في محافظة المهرة. فنحن ناشدنا الشرعية منذ انطلاق الاعتصام السلمي في مايو 2018 وإلى اليوم نجد أن الشرعية أكثر انبطاحا وأكثر انهزامية، وهذا أيضا يعود إلى اختطاف السعودية والإمارات لقرار الشرعية. نحن اليوم نرى أن في ما يتم من خلال اتفاق جدة هو اختطاف للشرعية وشرعنا للتواجد السعودي الإماراتي في محافظات المحررة في اليمن. أبناء محافظة المهرة لا زالوا مستمرين في احتجاجاتهم على نطاق أوسع، والتصعيد لا زال مستمر لرفض هذه القوات والميليشيات التي لا تلبي المتطلبات الأمنية في والاستقرار الأمني والمجتمعي في محافظة المهرة. نعم، ربما تحدثنا في المقدمة أنه في كل أسبوع تقريبا لديكم
وقفة احتجاجية أو مظاهرة للتنديد بالوجود السعودي وما يخلفه، هل لا يزال الوجود السعودي يشكل تهديدا على المهرة؟ نعم، جدا تهديد كبير وخطر على السيادة اليمنية في محافظة المهرة. نحن نرى الرياض تبني اتفاقيات وتسعى إلى التهدئة، بينما هي في أرض الواقع تقوم على التوسعة. فاليوم محافظة المهرة ما يقارب 30 معسكر يحتوي على ميليشيات، يحتوي على متطرفين، يحتوي على جنود وضباط من الجيش السعودي، ونجد هذا التوسع يقابله الاحتجاج الشعبي في محافظة المهرة. السعودية استطاعت في محافظة المهرة أن تعمل على توسيع نطاقها العسكري، ولكنها لم تستطع أن تحظى بقبول شعبي. فأبناء محافظة المهرة على مستوى القبائل، على مستوى الشرائح الاجتماعية كافة، وعلى مستوى الأحزاب السياسية نرى هناك تنديد، نرى هناك احتجاج، وكان آخرها في مديرية شحن طالبوا بخروج القوات السعودية من منفذ شحن، حيث القوات السعودية تعمل على عرقلة الحركة التجارية، عرقلة المسافرين. وكذلك نرى قبلها الوقفة الاحتجاجية في مديرية حوف في أمام منفذ صرفيت، حيث أن القوات السعودية عبثها يطائل إلى هذه المنافذ وتعمل على عرقلة الحركة التجارية. في منفذ صرفيت عمدت السعودية على خلق فوضى، أطلاق النار، بناء استحداثات داخل المنفذ الحدودي. فلذلك أبناء محافظة المهرة التصعيد لا زال مستمر وسيستمر وبنفس أطول مهما كانت القوة السعودية، إلا أن أبناء محافظة المهرة هم أصحاب الأرض وهم أصحاب القرار الأول والأخير، ولا زالوا يناشدون عبر لجنة الاعتصام السلمي بقيادة الأستاذ عامر سعد كلشات وبقيادة الشيخ علي سالم الحريزي الذي دعا إلى هبة شعبية في أغسطس الماضي لكبح جماح السعودية وميليشياتها في محافظة المهرة. نعم، ما حجم هذا التهديد على المستوى الاجتماعي والسياسي؟ نعم، السعودية تعمل عبر أدواتهم وعبر أدواتها في محافظة المهرة، وعلى رأسهم المعروف الخارج عن القانون راجح باكريت الذي عينته بضغط على الشرعية كمحافظة للمهرة، رغم أن أبناء محافظة المهرة الأغلبية لا يعترفون به. فحجم الضرر أنها تعمل على شراء ولاءات بإيرادات المحافظة وتلميع تواجدها وخلق نوع من الأرباك في التركيبة المجتمعية في محافظة المهرة بين القبائل، محاولة زعزعة السكينة العامة من خلال هذه الولاءات. إلا أنها التماسك المجتمعي والتماسك القبلي في محافظة المهرة لا زال جدا قوي ويرفض كل هذا رغم ما تفعله السعودية. أيضا نرى التهديد الاقتصادي لمحافظة المهرة من خلال سن القوانين التي لا صلة لها بقانون مصلحة الجمارك وفرض قيود استثنائية على الحركة التجارية في منفذي شحن وصرفيت. أيضا الميليشيات تقوم السعودية بتمويلها من إيرادات المحافظة بطرق مخالفة للقانون، مخالفة للوائح البنكية والمالية في فروع الوزارات، وتعمل على تمويلها بإيرادات محلية، وتعمل على نهب إيرادات المحافظة بدلا أن تعمر بها المحافظة، بدلا من تعبيد الطرق، بدلا أن توظف أبناء المحافظة، فهي تعمل على خلق فوضى داخل المحافظة وبإيرادات المحافظة من خلال نهبها من البنوك، من الإيرادات في المنافذ، من الضرائب، من الإيرادات العامة بشكل عام. فلذلك أبناء محافظة المهرة يرون أن هذا التهديد خطر، يمس سيادتهم، يمس كرامتهم، يمس الأرض والإنسان بشكل متوازي أيضا. فلذلك أبناء محافظة المهرة خرجوا إلى الاعتصام ولا زالوا إلى اليوم متمسكون بمطالبهم، وهو خروج القوات السعودية من محافظة المهرة وقطع هذا التهديد. فالسعودية لو لديها مصالح في محافظة المهرة سنرحب بها، ولكن في الظرف غير هذا الظرف، عبر القنوات المعروفة، وفي ظرف أن تكون البلد يعني ليس في أجواء الحرب، وأن تكون عبر المؤسسات والقوانين التي تسمح لها بذلك. على ذكرك لراجح باكر، مصحت الأخبار التي تقول بأنه تم تكليف قائم؟ لا يوجد هناك معلومات رسمية، ولكن هناك أخبار بهذا الشكل المتداولة، ولكن نحن نعرف أن هناك خلاف بين راجح باكريت ورئيس الوزراء على خلفية رغبة رئيس الوزراء بمحاسبة المحافظة الذي أهدر المال العام والذي عمل على اختلاس الكثير من الأموال لأجل شراء الولاءات وتلميع تواجد السعودي. إلا أن السعودية تتدخل في هذا الملف لحماية أدواتها، ونحن نسمع بهذا الخلاف، ولكن هذه المعلومات لا نؤكدها، لأن لم تورد بشكل رسمي، ولكنها متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع بشكل عام. نعم، الآن كيف تتعاطى الشرعية مع ما يحدث في المهرة؟ للأسف أن الشرعية لم تقدم شيئا يذكر لأبناء محافظة المهرة، ونلقي اللوم والعتب عليها. فأبناء محافظة المهرة اليوم يستمدون شرعيتهم من أرضهم، من شرعية الدفاع عن النفس، شرعية الدفاع عن الأرض. الشرعية قادت نفسها إلى الهلاك، بدلا أن
أن تدافع عن وجودها في هذه المحافظة وعن أنصارها ورموزها، إلا أنها انبطحت، وهذا بفعل الاختطاف السعودي وإجبارها في الرياض على المكوث في فنادق الرياض والعمل على تلبية الدعوات السعودية وأجندتها، إلا أننا نرى هناك رموز من الشرعية مثل الميسري ومثل الجبواني، مثل محافظ سقطرة، مثل محافظ شبوة، كثير من هذه الرموز الشرعية رفضت الملاءات والوصايا السعودية وأبدوا موقف وطني يشكروا عليه وسيذكرهم التاريخ عليه، ومن اتخذ غير هذا الموقف وانبطح للسعودية أيضا سيذكره التاريخ. صحيح. إذن يعني من البداية أستاذ أحمد انطلق صوت أبناء المهرة الرافضين لأجندات السعودية هناك، كيف تمضي الأمور حتى هذه اللحظة؟ الاعتصامات، يعني حماس الناس، إصرارهم على مواقفهم؟ الحماس الشعبي لا زال متزايد وفي تزايد. نحن لو لاحظنا بداية انطلاقة الاعتصام كنا نطالب القوات السعودية وكنا نخاطبهم بخطاب عقلاني، نخاطبهم بخطاب أخوي، كنا نناشدهم بأن يلبوا أهداف الاعتصام، أن نتحالف فيما هو في صالح المحافظة وما هو في صالح المملكة العربية السعودية، ولكن القوات السعودية تجبرت ومارست كل أنواع الانتهاكات في محافظة المهرة، من تغذية الميليشيات، الانقلاب على مؤسسات الدولة، ملاحقة الناشطين، تهديدات، فتزايد الخطاب إلى أن وصلت السعودية بهذه التصرفات وبهذه الممارسات إلى أن اكتملت وجودها احتلال، وصلت إلى مرتبة الاحتلال، وأبناء محافظة المهرة في تزايد، وخصوصا بعد الهبة الشعبية في أغسطس الماضي التي دعت لها القبائل برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي رافضة لهذا التواجد السعودي واصفينها باحتلال. فاليوم نحن أمام السعودية نرفض رفضا قاطعا تواجدها داخل محافظة المهرة وأن تعود إلى أدراجها، وسيكون التعاون في الأطر القانونية فقط، ولكن بهذه الطريقة أبناء محافظة المهرة في حماس متزايد شعبي. نحن نرى حوف ترفض تواجدهم في صرفيت، نرفض ابناء نرى رفض ابناء شحن تواجد السعودي في منفذ شحن، نرى ابناء محافظه المهرة في القيضه يرفضون وجود الميليشيات السعوديه، وهذا كله يدل على توسع صوت الرفض في محافظه المهرة لهذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني. ولذلك ايضا انا من خلال قناتكم الموقره نناشد المنظمات الدوليه، نناشد الاشقاء في المنطقه، نناشد المجتمع الدولي أن ينقذوا محافظة المهرة من التواجد السعودي العسكري الذي وصل إلى درجة الاحتلال، ولا ندري إلى أين تصل بنا الأمور، ولكن يظل أبناء محافظة المهرة كقبائل كمكونات رافضين لهذا التواجد، وكل الخيارات ستظل مفتوحة أمامهم في للتصعيد ضد التواجد السعودي المحتل لمحافظة المهرة. نعم، إذن أستاذ أحمد، السعودية الآن هي تعد الراعي للاتفاق بين الانتقالي والشرعية، تهيمن وتسيطر على المهرة في نفس الوقت، أمام المجتمع تعد قائدة التحالف لإنهاء الانقلاب، فيما يعني عمليا لو أتينا لننظر للصورة بشكل متكامل نجد أن معركنا مع الحوثي شبه متوقفة، إن لم تكن متوقفة تماما، يعني هل هذا ما يراد له المشهد أن يكون؟ السعودية تعمل على راية اتفاق جدة، هو بمثابة ترى فيه إنقاذ لما تورطت فيه، فهي ترى أنها متورطة في هذه المحافظات، ولكن معالجتها بطريقة خاطئة. فأولا مثل هذه النوعية من الاتفاقات لا تتم في خارج اليمن، يجب أن تتم بحوار يمني يمني. فكثير من المكونات لم تكن شريكة في هذا الاتفاق، على سبيل المثال أبناء محافظة المهرة لجنة الاعتصام ترفض ما ينتج عن هذا الاتفاق جملة وتفصيلة، وهو لا يعنيها إطلاقا. أيضا المكونات المتواجدة في محافظة المهرة لا بحسب معلوماتنا لا يوجد أي مكون مشارك في هذه الوثيقة وهذا ما يسمى الاتفاق جدة. أيضا هناك مكونات في الحراك الثوري، عدة مكونات جنوبية رافضة مثل تنسيقية عدن، مثل المجلس القبلي للمجلس القبلي لأبناء أبين، المجلس أهالي شبوة، هؤلاء كلهم يرفضون وينضمون تحت المجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي الذي أشهر مؤخرا، رافضين لكل مخرجات هذه الاتفاقيات لأنها لا تمثل تطلعات أبناء الجنوب ولا أبناء اليمن بشكل عام. فالسعودية هي بمثابة إجراء عملية أنقاذ لها ولكن بصورة خاطئة، فهذه بمثابة قنبلة موغوتة ممكن تنفجر في أي لحظة، وستخلق حرب أهلية أخرى تجر الجنوب إلى صراعات أخرى. ولذلك الشرعية للأسف أنها انبطحت للإقرار السعودي الإماراتي الذي يحاولون أن ينقذوا أنفسهم من خلاله، ولكنهم لن يفلتوا من الحساب مهما طال الزمن أو قصر. نعم، إذن أستاذ أحمد اسمح لنا أن نضم معنا المحلل السياسي ياسين التميمي عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم أحمد ومشاهدين.
نعم، دعني يعني أبدأ معك من حيث انتهيت مع الأستاذ أحمد، وهو موضوع ما الذي تريد السعودية القيام به أستاذ ياسين؟ ما هي قراءتك لما يحدث؟ يعني هي ترعى حوار بين الشرعية والانتقالي، تهيمن على المهرة، أمام المجتمع هي تعد قائدة التحالف، تغض الطرف عما يحدث في سقطرى، ما الذي تريده بالضبط؟ المملكة العربية السعودية للأسف تقود حرب في اليمن، لكنها للأسف الشديد افتقدت إلى البوصلة فيما يتعلق بالتدابير السياسية. وكما تعلمون الحرب في اليمن لن تظل حربا طويلة الأمد، في نهاية المطاف هذه الحرب لا بد لها من نتائج. السعودية للأسف الشديد عملت طيلة الفترة الماضية على التغطية الكاملة على العبث الذي تقوم به الإمارات في جنوب البلاد، ودخلت بما يشبه السباق مع الإمارات على النفوذ في هذه المنطقة، إلى درجة أنها دفعت بأكثر وحداتها العسكرية أو بأكبر وحداتها العسكرية إلى محافظة المهرة، وكان لافت أن هذه المحافظة القصية البعيدة عن الحرب والمسالمة إلى حد كبير لا تستوعب هذه الأعداد من القوات، بل أن القوات باشرت على الفور في استحداث مواقع كثيرة داخل محافظة المهرة، مما يعني أنه تموضع يهدف إلى الاحتلال وليس إلى فرض الأمن أو لمواجهة تحديات من قبيل تهريب الأسلحة إلى آخره. من الواضح أن هذا السلوك يعبر عن مطامع سياسية أو مطامع جيوسياسية في الأراضي اليمنية. دعونا يعني نرقب ما الذي سيسفر عنه اتفاق الرياض إن وقع في كما هو معلن في يوم الثلاثاء المقبل. هل السعودية قد توفر لديها الاستعداد الكامل لتجاوز الأخطاء الهائلة التي وقعتها فيها الإمارات طيلة الفترة الماضية؟ هل فعلا هي جادة في لملمة صفوف معسكر الشرعية لمواجهة الانقلاب في صنعاء وإنهاء مسيرة الحرب الكارثية التي تمر بها اليمن؟ سننظر ما الذي سيحدث. طبعا أنا لست متفائل وغير الكثير غير متفائلين، لهذا أنا أعتقد أنه السعودية بحاجة أو تحتاج إلى أن تثبت للشعب اليمني بأنها فعلا تدخلت لأجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن. نعم، ألا تجد أن المشهد أستاذ ياسين تحول إلى من يسيطر على هذه الأرض، من يخرج من هذه الأرض، وكأننا نسينا يعني الهدف الرئيسي من قدوم التحالف؟ لم يعد أحد يتحدث عن الحوثي وماذا يصنع، هذه الاحتفالات التي تقام وهذه مظاهر القوة على الأرض التي يظهر بها الحوثي والسيطرة أيضا، يعني ألا تجد أن الأمر يعد غريبا؟ ليس غريبا، لأن التحالف يعني منذ مرور سنتين على بداية تدخله في اليمن أوقف العمليات العسكرية الكبيرة ضد الحوثيين، وأوقف الجيش الوطني، وأعاق تقدمه باتجاه الجبهات الأساسية والرئيسية، وسواء عن طريق جبهة نهم أو عن طريق جبهة صرواح. تكفلت الإمارات في تعطيل جبهة صرواح، وتكفلت السعودية في تعطيل جبهة نهم، ثم قاموا على الفور بسلسلة من الإدعاءات عبر محللين وعبر معلقين سعوديين وإماراتيين بالحديث عن عجز الجيش الوطني وتخاذله وتآمره وعدم قدرته على الحرب. ثم عندما بدأت الأمور بالترتيبات في عدن والمحافظة الجنوبية تذهب باتجاه الانفصال، وهذا ما كانت تطلع عليه الإمارات، بدأنا نتحدث عن بطولات التي يحرزها المقاتلون الجنوبيين قياسا بالمقاتلين من أبناء الشمال، من الإصلاحيين ومن جماعة علي محسن إلى آخره، وفق الخطاب الإعلامي الذي ساد طيلة الفترة الماضية. وكان هذا يهدف إلى التغطية عن مؤامرة حقيقية تديرها السعودية والإمارات بالنسبة يعني ضد مصالح اليمن. فهم قرروا منذ أكثر من سنتين عدم الخوض مواجهات حاسمة مع الحوثيين، وتفرغوا لإنتاج مشاكل في محافظة البلاد. أفرزت كما هو معروف تيار حراكي جنوبي تم صناعته بإتقان من قبل الإمارات العربية المتحدة لتمرير المخطط الجيوسياسي، سواء الذي يهم الإمارات أو اللي يهم المملكة العربية السعودية. لأنه التيار الحراكي الواسع كان لديه مشروع وطني بغض يعني، وكان يستند إلى مجموعة من التدابير السيئة التي قامت بها سلطة صنعاء في السابق،
لكن جاء المجلس الانتقالي بأهداف أخرى مختلفة تماما، ويرفع شعار الانفصال، لكن هو يغطي تقريبا عن مخطط إماراتي سعودي للاستحواذ على الأرض في الجنوب. وكانت الإمارات تحديدا يعني تخطط لدفع المحافظة الجنوبية للانفصال لكي تحصل على الجائزة الكبرى وهي محافظة أرخبيل. سقطرة في المقابل تحركت السعودية على الفور باتجاه المهرة، ويعني دفعت بتعزيزات عسكرية إلى هذه المحافظة، على الرغم من أن هذه المحافظة بعيدة عن الحرب، وعلى الرغم من عدم وجود ما يبرر هذا التواجد العسكري، خصوصا وأبناء محافظة المهرة كانوا أكثر انسجاما والتحاما بالمشروع الوطني. إذا كانت السعودية فعلا جاءت للانتصار لهذا المشروع الوطني الذي يفترض أنه يأتي على الضد من الطموحات الإيرانية للنفوذ في المنطقة. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ ياسين، سأعود إليك بعد أن أسألك. أستاذ أحمد، أنت من وجهة نظرك كيف تقرأ الذي يحدث بمباركة السعودية، يعني الذي يحدث بين الانتقالي والشرعية؟ كما أسلفت أن السعودية تحاول أن تخرج من هذه الورطة، هي لم تتوقع أن أبناء محافظة المهرة أو أبناء اليمن بشكل عام سيرفضون تواجدها، وأنها تتوقع أن المهرة سيكون هدف سهل لاحتلالها. فما يحدث اليوم في السعودية هو شرعنة للمجلس الانتقالي، هذا المكون الانقلابي الذي استهدف الشرعية. وبهذا نرى أن السعودية خرجت بشكل كلي عن أهدافها التي أعلنتها وهي حماية الشرعية واستعادتها. كيف بالأمس تصفها بالمتمردين بالانقلابيين واليوم شرعنهم وتساويهم بالشرعية؟ فهذا الأمر نرى فيه خروج عن أهداف التحالف العربي المعلن عنها، وبمثابة انتهاء دور التحالف في اليمن من خلال هذا الاتفاق، هو انهاء دور التحالف في اليمن. وبهذا الاتفاق نرى ان دور الامارات والسعوديه ساهم في محاوله في اسهام لتقسيم اليمن الى اكثر من جزء والى اكثر من يعني فصله، خاصه نعرف ان مجلس الانتقالي يحمل اهداف تمس السياده وتمس ولا تلتزم بالثوابت الوطني، وهو انفصال اليمن الجنوبي عن الشمال، وهذا ما لم يتفق عليه، وهذا ما يرفضه ابناء الجنوب ايضا من المكونات الاخرى التي اعلنت انها تحت سقف الوحده في اطار اليمن الاتحادي. والسعوديه بهذا هي والامارات تعلن على صناعه ادوات واذرع مشتركه لتمرير اجندتهما عبر هذه الاذرع. نعم، إذا أعود لك أستاذ ياسين، ولو تحدثنا عن مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي الذي تم الإعلان عن تأسيسه، برأيك ما الذي يمكن أن يقدمه مثل هذا المجلس لكل ما يحدث في جنوب البلاد؟ هذا أنا أعتقد أن السلطة الشرعية عليها أن تلتقط هذه الفرصة السياسية التي وفرها الإعلان عن التكتل المجلس الإنقاذ الجنوبي من محافظة المهرة، وهو تيار وطني في الحقيقة يستوعب يعني القضية الجنوبية، وفي نفس الوقت يعني يتعاطى مع مخرجات الحوار الوطني ومع القضايا الكبرى للدولة اليمنية، بمعنى أنه ليس أداة صدام مع المشروع الوطني اليمني. أيضا هو لا يعني يعبر بشكل ناضج عن 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 القضية الجنوبية كما ينبغي أن تكون عليه القضية الجنوبية، من حيث هي سلسلة من المطالب والإجراءات التي ينبغي أن تجعل من اليمن منسجما ومتصالحا يعني ومقتسما ومتشاركا للسلطة والثروة. ونعتقد أنه مجلس الإنقاذ الذي أعلن عنه في المهرة هو الصيغة الشاملة والأكثر شمولا، وتحرر تقريبا من الأجندات الضيقة، فهو صاحب أجندة وطنية واسعة ومظلة ينبغي أن يلتف حولها أبناء المحافظات الجنوبية المؤمنون بالمشروع الوطني في اليمن، والراغبون فعلا في الوصول إلى حلول حقيقية من شأنها أن تخرج اليمن من دورة العنف هذه التي تستمر منذ أكثر من 7 سنوات. نعم، إذا يعني لو تسألنا عن العراقيل التي قد تقف ضد تنفيذ مجلس الإنقاذ الوطني للعديد من أهدافه التي أنشئ من أجلها، ما هي؟ العراقيل كما هو معروف يعني أي مشروع وطني يعني خارج سياق الترتيبة السعودية الإماراتية فهو سينظر إليه بأنه مشروع معادي وسيتم التأليب عليه، لكن قوة وحضور هذا المجلس ليس لا تتأتى من رضا هذا الطرف الإقليمي أو ذاك،
وإنما من وجاهة الفكرة ومن نبل الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. وأنا أعتقد أنه يستند إلى يعني إلى تجربة سنتين من الكفاح في محافظة المهرة لأبرز قادة هذه المحافظة من المناضلين الذين وقفوا أمام المشروع السعودي بكل صلابة وبكل شجاعة، وهم اليوم يضعون خبرتهم أمام بقية الأبناء الجنوب الذين فعلا يحرصون على استعادة بلدهم ودولتهم، ويطمحون في أن يتكاملون مع المشروع الوطني اليمني وصولا إلى الحلول الذي والتي ترضي جميع الأطراف اليمنية الشمالية والجنوبية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، العديد من الأحداث تحدث في المحافظات الجنوبية وربما ليس بعيدا ما يحدث في سقطرة عن كل هذه ربما التسارع في الأحداث. ما يحدث في سقطرة برأيك يعني بعد إعلان الإمارات سحب قواتها، خصوصا بعد أن زرعت تشكيلاتها المسلحة وفخخت المجتمعات في المناطق المحررة، التظاهرات التي حدثت اليوم؟ أولا الانسحاب الإماراتي هو مجرد انسحاب إعلامي، هم متواجدين على أراضي يمنية، فعلى سبيل المثال الجنود الإماراتيين والضباط لا زالوا متواجدين في حضرموت، لا زالوا متواجدين منهم تحت مسمى الهلال الأحمر الإماراتي في سقطرة، فلذلك الانسحاب الإمارات لم تنسحب من اليمن ولا زالت موجودة، وفي نفس الوقت قد عملت على زرع أذرع لها داخل المحافظات الجنوبية. ما يحدث في سقطرة من توجه إماراتي هو خارج إطار أهداف التحالف، ونعرف أن الإمارات تحاول احتلال جزيرة سقطرة التي هي أساسا بعيدة كل البعد عن مراكز الصراع، بعيدة عن يعني في عمق المحيط، ولكن دخلت الإمارات وأحلت الفوضى وعملت على دعم واستغلت حاجة الناس وعملت على دعم الفوضى من خلال هذه التظاهرات. لكن كان هناك قرار صائب من محافظة سقطرة، ولها جزيل الشكر والتقدير للأستاذ رمزي محروس وقوات الجيش والأمن التي هي مؤسسات الدولة الشرعية. الأمر لا زال قائم والتوتر لا زال قائم، ولا بد من الشرعية أن تتخذ موقف حازم بهذا الخصوص وأن تدعم موقف المحافظ الذي هو أساسا محسوب على الشرعية، بدلا من هذه التظاهرات التي تخل بالأمن والاستقرار في محافظة سقطرة الهادية والمجتمع المسالم. إذن دعنا نطلع على تفاصيل أكثر من خلال الشيخ عيسى سالم بن يقود السقطري، شيخ مشايخ أرخبيل محافظة سقطرة، عبر الهاتف من مسقط. مساء الخير شيخ عيسى. مساء النور والعافية، مرحبا. إذن شيخ عيسى، كيف تتابعون محاولات إحداث فوضى في سقطرة؟ أولا أحيي أهلا بك. نتيجة التدريب الذي تدفع به الإمارات بواسطة مرتزقتها وعناصرها لتعزيم الوضع استباقا لاتفاق الرياض المزمع توقيعه في الأيام القادمة، وهو في الوقت نفسه دليل واضح على ما سبق إن أشرنا إليه سابقا، إن ذلك الاتفاق لا يقدم شيئا للقضية اليمنية سواء مزيد من تعقيدها. الاتفاقات في اليمن تسلسلت وتسلسلت دون نتيجة، الاتفاق الأخير يعني بمعنى شرعنة فريق مجلس الانتقالي أو بما يسمى مجلس الانتقالي، وهو فريق انقلابي، وتمكينه من الحكم وشرعنته بقوة السلاح. هو في المحصلة شرعنة القوة للانقلاب. الانتقال المدعوم من الإمارات هاجم أول أمس مبنى محافظة أرخبيل سقطرة ولز بعساكره وبخيامه على بوابتها مانعا أي حركة من وإلى المحافظة. هي محاولة يائسة لإسقاط المحافظة. هذه العناصر لا تمثل المجتمع السقطري ولا تمثل العادات والتقاليد اللي نعرفها في سقطرة، إنها تمثل حفنة أو حفنة وعدد محدود جدا ممن باع وطنهم وباع ضميرهم مقابل مكاسب آنية. للأسف ولا زلنا نأمل أن يعودوا إلى رشدهم. نقول لهم أخواننا، أرجو منكم أن تعودوا إلى رشدكم ويجنبوا المجتمع المسالم له مجتمع السقطري مثل هذه الأعمال. الإمارات رغم ادعائها
الخروج من عدن، ولكن لا تزال تمارس تدخلها السافر لخلط الأوراق وعرقلة المسارات السياسية والأمنية في اليمن بصورة عامة وفي سقطرى وعدن وأبين وشبوة. قبل أيام نسمع عبارات نابية من متجنسين إماراتيين وبعضهم إماراتيين الأصل تجاه المجتمع السقطري، ونحن كمشايخ وكوجهاء وكشخصيات اعتبارية وكعقلاء في محافظة سقطرى نقول لا نسمح لأي شخص أن يتلفظ على أبناء سقطرى بألفاظ بذيئة، بألفاظ لا يعقل أن يتحدث فيها إنسان، فما بالك بمن يعتبر شقيق وقريب. كنا ننتظر من الإمارات مخيمات تتعلق بالإغاثة والاستعداد للكوارث الطبيعية التي تهب على المنطقة وعلى سقطرى خاصة، في إذا بها تفاجأنا بمخيمات مسلحة قطعت بها الشوارع وأغلقت بها المؤسسات الدولة وأرعبت بها المدنيين المسالمين وهم يعيشون في لحظات حرقة ووسط إعصار. أي تفكير هذا؟ ندعو أخواننا وأشقائنا الإماراتيين إلى رفع مخيماتهم فورا. نعم، إذا شيخ عيسى أمام ما يحدث دعني أكمل. نعم تفضل. دعني أكمل هذه الجملة. ندعو أخواننا في الإمارات لرفع مخيماتهم فورا لدرء الفتنة التي تخطط لها وهي وعلى أثرها. الإمارات في طريقها للانسحاب من اليمن كما تقول هي، لذلك أرجو أن لا تختم وجودها في سقطرى بتكريس الانقسام بين أهل سقطرى. إذن شيخ عيسى، يعني أمام كل ما يحدث هل يستطيع المحافظ الوقوف أمام كل هذه الأجندات وهذه المحاولات والمخيمات الممتلئة بالأسلحة والعسكر كما تتحدث؟ نعم، غدا المحافظ في هناك وقفة لجميع السقطريين، وقرروا جميعهم من المكونات والأحزاب السياسية أن يرسلوا رسالتهم للعالم كله إنما تقوم به مجلس الانتقالي المدعوم إماراتي وعناصرهم مرفوض من خلال مسيرة سلمية. أختي العزيزة، نحن نعلم جميعا أن الدستور اليمني كفل التعبير عن الرأي العام ولكن بالطرق السلمية، ولكن اليوم عكس ما نراها في محافظة أرخبيل سقطرى بالتحديد في شارع 20 وعلى بوابة ديوان محافظة أرخبيل سقطرى من الأخوة بما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، نصبوا خيامهم على بوابة المحافظة وسطروا بأكثر من 13 خيمة على طول الشارع العام وسكروا مداخل الشارع العام لهو شارع 20 الشارع الوحيد الحيوي في محافظة سقطرى وعطلوا حركة المواطنين. وهذا العمل مدروس من قبل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ونحن نخشى أن ينقلوا تجربة اللي حصلت في عدن أول أمس إلى محافظتنا السلمية التي لا تعرف العنف والقتل، التي لا تعرف سقطرى لا تعرف العنف ولا تعرف القتل، بل محافظة مسالمة وإن شاء الله تظل على سلميتها مهما تداخلت فيها الأيادي الخارجية. ولكن المجتمع السقطري مجتمع قبلي ولو عادات وتقاليد وأعراف ورثوها أبا عن جد ويفتخرون بذلك. نحن اليوم ملاحظة أخيرة، نحن اليوم عرفنا مشكلتنا مع من؟ مشكلتنا مع المندوبين الإماراتيين الاستخباراتيين في سقطرى. عندنا مندوبين في سقطرى، مندوبين إماراتيين مثل بما يسمى أو الملقب بأبو مبارك المزروعي ومثل أبو سيد ومثل أبو راشد. نحن نحملهم المسؤولية عن كل ما يحدث في سقطرى، فهم هؤلاء يعملون لدى مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية، يتظاهرون بالخير ويبطنون الشر. إن كان هناك مساعدات من الإمارات وقدمت مساعدات الإمارات فالشعب السقطري يريد المساعدة ونقول جزاهم الله خير، وإن كان مساعداتهم ملخمة بقنابل وبأسلحة مدججة وبمجلس الانتقالي، نحن نرفض هذا كشعب سقطري وكمشاعر سقطرى. نحن اليوم
نحن اليوم عفوا نحن اليوم نرى الإماراتيين أن يقدموا هنا وهناك، نحن لا ننكر هذا يقدموا، ولكن تقديمهم هذا للشعب السقطري إهانة للشعب السقطري، إهانة للشعب السقطري. اللي يقدم الخير يعني يجب أن يحافظ على خيره ولا يقول مثل هؤلاء اللي رأينا اليوم في سقطرى، رأينا منهم اللي يقسمون المجتمع، قسموا القبائل، قسموا المشايخ، عملوا على تفتيت المجتمع السقطري. فنحن لا نرضى بهذا اللي نراه اليوم في سقطرى، ونقول لهم يا ليت أنكم ما قدمتوا المندوبين عملوا لهم لوبي خاص في سقطرى ويتقاسمون خيرات باسم سقطرى. نحن المشايخ والوجهاء والشخصيات الاعتبارية في أرخبيل سقطرى والسلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ الشجاع محافظ الأستاذ رمزي بن محروس نتلو كل الاحترام ونرفع له التحية من هذا المكان ونشكره على مواقفه اللي قام في سقطرى. نعم شيخ عيسى، هؤلاء الذين يريدون أن يبيعوا وطنهم، فنحن اليوم لا نرضى بما يكون في سقطرى، ونحن اليوم مهما كلفنا الأمر سنروح إلى سقطرى وسنقول لهم أنتم تريدوا أن تعملوا فتنة في سقطرى. سقطرى لا تعرف الفتنة ولا تعرف القتل ولا تعرف هذه الأمور اللي أتوا فيها المندوبين. فنحن نوجه رسالتنا إلى من يهمه الأمر بطرد المندوبين الإماراتيين في سقطرى، بطردهم من سقطرى. نعم شيخ، نحن نريدهم. نعم شيخ عيسى، أود أن أسألك ما مدى دعم الحكومة الشرعية للمحافظ محروس، خاصة يعني وهو يقف كل هذه الوقفة لأجل الشرعية ولأجل الحفاظ على محافظة سقطرى؟ نحن نأمل وإن شاء الله فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكمته الشرعية تقف مع في محافظة أرخبيل سقطرى، وتأكد كل تأكيد أنها واقفة معنا وستكون مع شعبها وستكون معنا أينما كانت، إن كانت بعيد ولا قريب، برغم أن شرعيتنا هي نسأل الله لها أن يفرج عنها، نسأل الله أن يفرج عنها، ولكن نحن كوزراء وكحكومة شرعية وما يسمى الشرعية هذه حكومتنا ونفتخر فيها، وهي إن شاء الله ستقف إلى جانب محافظنا رمزي بن محروس وإلى مشايخ وإلى الوجهاء وإلى الشعب السقطري. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الشيخ عيسى بن سالم ياقوت السقطري، شيخ مشايخ أرخبيل محافظة سقطرى، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني تحدث الشيخ عيسى يعني هو يشعر بحرقة لما يحدث في سقطرى، وأود أن أسألك عن يعني تفسيرك لوجود بعض الأشخاص المؤيدين للدورة الإماراتي والذين يحاولون العبث بسقطرى بأيادي محلية عن طريق الإمارات. نعم، لمسنا أولا شكر وتحية للمناضل الشيخ عيسى سالم، فهو يشعر بحرقة لأنه من أبناء سقطرى ويدرك مدى خطورة تواجد الإماراتي في هذه المحافظة الهادية محافظة سقطرى. الإمارات لم تكن وليدة اليوم، فقد أتت على شكل الهلال الأحمر الإماراتي والمعونات الإنسانية، وهي تبطن الشر وتبطن المخططات الإجرامية التي اليوم نرى أثرها ونتائجها. بعد أن كانت الإمارات تدعي أنها تساعد سقطرى رأيناها تنهب الثروة الزراعية والأشياء التي تشتهر بها سقطرى، رأيناها تنتهك السيادة اليمنية في سقطرى، رأيناها تحارب مؤسسات الدولة في سقطرى، تحارب الجيش، تحارب الأمن، تحاول أن تعمل على تشكيلات خارج إطار مؤسسات الدولة. فبعض الأدوات هي محسوبة على الإمارات، تحمل الجنسية الإماراتية، وهي بالطبع ستعمل على توجه بلدها، فهي منذ عشرات السنين وهي شخصيات قليلة في 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 الإمارات، فعمدت الإمارات على إرسالهم إلى جزيرة سقطرى لتنفيذ أطماعها وأجندتها هناك، واليوم نراهم بصراحة على شاشات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات المحسوبة على دولة الإمارات يتبجحون بمدح والثناء على الإمارات مقابل سيادة بلدهم وكرامة أرضهم، ولكن هؤلاء لا يمثلون أبناء سقطرى. أبناء سقطرى تاريخ ضارب في الجذور، يعني كقبائل، كمجتمع، كأرض، كإنسان،
فهم سيرفضون كل هذه التجاوزات والتدخلات في محافظة سقطرى، وغدا لديهم وقفة تضامنية مع محافظة سقطرى، ونحن هنا أنا كممثل لجنة الاعتصام في الشؤون الخارج نتضامن معهم ونعلن تضامننا معهم، كما قد أسلفت قيادة الاعتصام يوم أمس ببيان تضامني مع بناء محافظة سقطرى وتأييد شرعية المحافظ الأستاذ رمزي محروس ودعم مواقفه ودعم مؤسسات الشرعية في أرقبيل سقطرى. إذن ما الذي يتوجب على الشرعية كمسؤول عن ما يحدث، وكشرعية هي تعلن نفسها كذلك عن مصير البلد وسيادته والذي يحدث فيه؟ يتوجب على الشرعية أن تقف إلى جانب المحافظة المحسوب على الشرعية، تقف إلى جانب مؤسسات الدولة، أنهاء الدورة الإماراتية في جزيرة سقطرى. كيف اليوم هي تذهب إلى توقيع اتفاق مع طرف لا زال يلعب ويعبث بالمحافظات التي لا يوجد بها أي طرف انقلابي توجد بها الشرعية؟ فهذا من التناقضات، أن تذهب الشرعية للتوقيع في جدة أو توقع في، هي لم تذهب أساسا، أصلا هي في الرياض، فهي في السعودية، فهذا من المعيب أن السعودية الشرعية توقع اتفاق اليوم بينما الإمارات لا زالت تعبث بمحافظات يمنية وتعمل على التدخلات فيها. نعم، برأيك هل يمكن احتواء الأحداث الآن في المحافظات الجنوبية وخاصة عدن وخلق مناخ آمن خصوصا بعد انتقال السيطرة في عدن للقوات السعودية؟ الوضع يذهب إلى الآن بحسب المعطيات هو يذهب إلى الأسوأ، ولكن الشعب لديه الخيارات في الرفض، ولعل وعسى الشرعية أن تستيقظ من منامها وتذهب لإنقاذ هذه المحافظات وشرعيتها في هذه المحافظات، وإلا أن الوضع سيذهب إلى بعد من هذا وإلى اقتتال وإلى فوضى تدعمه الإمارات تدعمه السعودية تحت غطاء التحالف وتحت غطاء شرعية مختطفة في فنادق الرياض. نعم، إذا كلمة أخيرة تحب أن توجهها أستاذ؟ كلمة أخيرة أحب أن أقولها إن سمحت لي باللغة المهرية لأبناء المهرة وسقطرى، نحايموه بسقطرة وبالمهرة بارتن خيز من كويت السعودية والإمارات، ونحضر غريضومه التاء تخريج كويتي من أرضن، وأرضن كان مستقر وآمن إن شاء الله. الآن الترجمة هو نحن نطالب في سقطرة والمهرة بخروج القوات السعودية والإماراتية من أرضنا، وأن تبقى تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار. إذن شكرا جزيلا لك أحمد بلحاف، مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.